اليوم الحضور شيعي، واسمحوا لي أن أتحدث بصراحة، كنت أتمنى أن يكون لا أخوان أخوان بس اسمعوني بس اسمعوني، أنا قاعد أتحدث معاكم، أنا قاعد أتحدث معاكم مو للإعلام، أوقفوا كل الإعلام، أطلب من السيد رئيس الجلسة. كنت أتمنى أن يكون كما اعتدنا في الفترات السابقة وطيلة الصعاب اللي مرت على العراق أن يكون القرار عراقي. إحدى الخطوات اللي قد يتخذها المجتمع الدولي هو إيقاف التعامل المالي مع العراق، وأرجو من جنابك أنها أيضا توضح للأخوات والأخوة النواب، قد لا نكون قادرين على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنينا في أي لحظة. أنا أطلب من المجلس التصويت على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء.